أهلا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامج من 6 ل 9. كل عام وحضراتكم بألف خير. رمضان كريم، رمضان شهر الصوم والعبادة، عاده الله علينا جميعا بالخير والسعادة إن شاء الله. طبعا إحنا النهاردة طالعين الساعة 4 واسم البرنامج من 6 ل 9، لكن قدرنا ناخد ساعة ونص من التلفزيون المصري الموقر إن شاء الله بإذن الله نتكلم فيه على بعض المواقف اللي بتحصل في كرة القدم، وخاصة للاعبي كرة القدم والصيام. لكن برضو احنا عاملين ملعب من الساعة 6 ل 9 إن شاء الله في تواصل بإذن الله. أنا عايز أقول لحضراتكم، لاعب الكرة في شهر رمضان حقيقة بيبقى عنده روحانية شديدة جدا معظمهم، وعنده قوة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها له، خاصة أن الرياضي سواء في لعبة كرة القدم أو أيا من الرياضات الأخرى اللي بتحتاج مجهود وبتحتاج جري كتير وبتحتاج احتكاك كتير، بعض الناس بيقولوا أن ما فيش داعي للصيام، لكن معظم لاعبي الكرة خاصة المصريين حقيقة يصرون على أداء الفريضة وأيضا على صوم رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم قوة غير عادية. لما نيجي نتكلم من الناحية السيكولوجية أو من ناحية ما يحدث لجسم الرياضي أثناء المباراة، نحن نتعامل مع رياضي بيجري ما بين 10 ل 12 كيلو أثناء المباراة، وبعد المباراة إذا توزن هذا اللاعب بيبقى خاسس على الأقل ما بين 2 ل 3 كيلو. ده معناه مجهود جبار ومجهود قوي جدا، جري كتير، برغم من ان مثلا كلها احيانا بتبقى سرعات قصيرة، لكن دي كتيرة داخل الملعب. لما يجي يعملوها بالإجمال هيجدوا انها حوالي ما بين 10 ل 12 كيلو جري. طيب وبعد ما بيخلص ايضا الجسم بيفقد كمية كبيرة من الوزن والماء، وهنا النقطة الفاصلة ان الجسم لما بيفقد نسبة كبيرة من المية بيتعرض لجفاف. فالكثير من الخبراء يقول لك والله لاعب الكرة اثناء المباراة افطر، يعني على اساس انك عايز تشرب مية، عايز تعوض المية بأنك تشرب مية. ودي أشياء المتابع لكرة القدم السادة المشاهدين ومحبي كرة القدم ما بيحسوش بيها قوي زي اللاعب داخل الملعب. لكن هتكلم معاكم نسبيا مع الدكتور طارق سليمان اللي معانا على التليفون، وهو طبيب المنتخب السابق، وأنا بسعد تملي بالحوار معاه علشان نتكلم في الظاهرة دي، لاعب الكرة وصيام شهر رمضان. دكتور اهلا بحضرتك. كابتن اسامة ازي صحتك؟ وكل سنة وانت طيب. وانت طيب. مستمعين بخير ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. دكتور، لاعب الكرة بيجري اثناء المباراة ما بين 10 ل 12 كيلو، بيفقد بعد المباراة 2 ل 3 كيلو. تمام. احنا هنا بنتكلم على ظاهرة محتاجة كثير من الماء، إنسان يحتاج الكثير من الماء للتعويض. تمام. ماذا تمام. يفعل؟ ماذا يعني in between بقى بين الحالتين من ناحية الطبية، حضرتك ممكن تشرحها لنا؟ هو بص يا كابتن أسامة، هو مبدئيا ما ينفعش لاعب كورة يلعب وهو صايم. دي علميا يعني 100% ما ينفعش لاعب يلعب وهو صايم. وانا لما كنت ماسك المنتخب ومنتخب الشباب وكان عندنا كاس العالم في كولومبيا وكنا في رمضان، يعني صراحه انا كنت مصر ان اللعيبه ما تصومش. ليه؟ لان لو هينزل تعرف ان زي انت بتقول اللاعب بيفقد ميه وبيفقد سوائل وبيفقد املاح معدنيه، اي
اولا التركيز بتاعه بيقل لان مفيش جلوكوز، وهو ده الغذاء الاساسي للمخ، دي نمره واحد. وبالتالي تاثير عدم التركيز المخ على العضلات بيبقى مش موجود. وتاني حاجه العضلات نفسها بيحصل حاجه اسمها ديبليشن للجلايكوجين، اللي هو ممكن يستخدم بديل للجلوكوز في عمليه الانقباضه العضليه والمجهود اللي بيحصل. ودي عمليه تمثيل غذائي الحقيقه بتحتاج جهد جامد جدا من الليفر، من الكبد، وبالتالي برضو بتاثر تاثير سلبي على اللاعب. وبتبقى موضوع الانقباضه العضليه والسرعه والسبرنت، فباللاعب بيبقى معرض للاصابات. وتاني حاجه من عدم التركيز، ومن ان مفيش سورس او الفويل او الوقود اللي بياخده اللعيب وهو الاساسي اللي هو الجلوكوز. وعشان كده احنا دايما في التغذيه بتاعت اللعيبه لازم قبل المباراه وقبل المباراه بثلاث ساعات بنعمل حاجه بنسميها كربوهيدرات تحميل، كربوهيدرات لود، يعني بنحمل المواد اللي هي الكربوهيدراتيه اللي بتحتوي على الماده الاساسيه للطاقه اللي بيستخدمها اللاعب اثناء المباريات والتدريب. خلينا نشرح النقطه دي. حضرتك بتتكلم على الكربوهيدرات اللي هي تمام. بنتكلم على الكربوهيدرات زي في المكرونه، زي المكونات في الرز، بتاعتها زي في بالنسبه للاعب البطاطس. الكوره. فالحاجات دي احنا بنعمل لها لود قبل المباراه، زي وبنعمل لها المكرونه، ثلاث ساعات زي قبل المكرونه يا المباراه لود دكتور. للاعيب ايوه زي عشان المكرونه، يقدر زي الرز. يلعب اتفضل. يعني. ايوه بالاضافه طبعا ان احنا بنديله الاملاح المعدنيه المفروض ان هو بيفقدها في المشروبات اللي هي بنقول عليها السبورت درينك او المشروبات الرياضيه. فاللعيب طبعا في الصيام ما بيقدرش ان هو يحصل الكلام ده، حتى بعد لما هو بيفطر، ان هو مفروض اللاعب طبعا بيبقى ليه تغذيه معينه بالذات في رمضان قبل المباريات. فطبعا بنديله الحاجات دي بكثره، وبيقدر ياخدها بين الفطار والميعاد المباراه بتاعه بكثره. وطبعا ده بيحصل امتلاء للمعده وكده، بحيث ان هو بيأثر عليه حتى في حركته وحتى في التركيز بتاعه برضه. فهو طبعا الصيام بيبقى فيه مشقه صراحه على لعيب الكوره وعلى الرياضي. طب حتى لو المباريات بتتلعب بالليل، مثلا النهارده في مباريات الساعه 10 بالليل مثلا كمثال، يعني تمام تمام يعني بالنسبه لعمليه التمثيل الغذائي، احنا بنتكلم على ان الجسم بيعمل تمثيل غذائي في حوالي 6 ساعات تقريبا على اساس الهضم، بيمر باكثر من مرحله، 3 مراحل تقريبا. فزي ما حضرتك شرحت ان بعد الفطار بيبقى في امتلاء في المعده مثلا، فبالتالي هل ده بيبقى ليه تأثير على اللاعب حتى وإن كانت المباراة الساعة 10 بالليل؟ ما أنا بقول لحضرتك، هو بعد قبل المباريات بالذات في رمضان بيبقى مفروض اللاعب الكورة بيبقى ليه تغذية معينة، وهي اللي أنا قلت لحضرتك عليها. أيوه اللي أيوة. هي الحاجة اللي بتديله الطاقة الأساسية، يعني ممكن ياكل طبق مكرونة، بطاطس بيوريه، ممكن ياخد مثلا حتة فرخة صغيرة وبسيطة جدا، وده عشان يحس هو بالإشباع، واخد بالك؟ لكن هو أنا يعني كدكتور بدي اللعيبة اللي هي الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها، بيبقى معظمها مكرونة وبطاطس بيوريه، بحيث إن هي دي أسهل حاجة إن البني آدم إنها تتهضم، وما بيبقاش فيه حمل جامد قوي زي ما أدي بروتينات على الكبد، واخد بالك حضرتك؟ تمام. والسوائل طبعا وبعض السكريات، بس بيفضل ان هو قبل المباراه بساعه ان انا ما ادلوش سكريات كتير. ليه؟ لان في حاجه عندنا في الطب بتحصل اسمها هايبر انسولينيميا، يعني لما انت تاخد حاجات فيها حلويات كتير او سكريات كتير يبدا الجسم يطلع انسولين بكثافه عشان يخلي مستوى السكر في الدم ثابت. فهو بيجي اللعيب بقى الشوط الثاني لو انا عندي الانسولين طلع بكميه اكبر، فهيكسر كميه اكتر من الجلوكوز اللي انا واخده او المواد الكربوهيدراتيه، وبالتالي برضه في الشوط الثاني تبص تلاقي اللعيب ايه، هنج، تعب، بقى يشيل عضلاته بالعافيه، السبرنت بتاعه اضعف، تركيزه اقل. فبرضه ليها طرق معينه للتغذيه صراحه، والمشروبات اللي بتتاخد في رمضان حتى لو هو بعد الفطار، في الفتره اللي بين الفطار، يعني الفطار بيبقى الساعه 7، الماتش الساعه 10، يعني كل قصه 3 ساعات، واخد بال حضرتك؟ تمام. او ساعتين ونص،
تمام فمفروض لان هو بيبدا ياكل ويخلص اكله بتاع حوالي الساعه 7:30 تمام وبيلعب الساعه 10 وبينزل يسخن مثلا قبلها بنص ساعه، يبقى القصه كلها ساعتين. فانا ايوه المفروض ان انا اديله المواد اللي هي بتتهضم بسهوله بسهولة وتشيله وبسرعة. الغرض منها، وبعد المباراه يقدر ياكل ياكل كويس. زي دكتور طارق، بشكر حضرتك جدا، متشكرين يا فندم. ألف شكر دكتور طارق تحت امرك سليمان، كابتن اسامه، كل سنه وانت طيب حبيبي، كل كل عام عام طيب. وحضرتك بخير. في الحقيقة يعني حبينا إن احنا نبتدي موضوعنا بالصيام ولاعب الكرة ومسألة بيجري كتير، بيفقد مية كتيرة أثناء المباراة. طيب الدكتور طارق رجل متخصص وكان طبيب المنتخب، قال من وجهة نظره إن هو كان بيطلب من اللعيبة إن هم يفطروا، لكن واضح إن معظم لعيبة مصر حقيقة وعن تجربة بيصروا على الصيام. هو اتكلم من الناحية الطبية على مدارها وتأثيرها على أعضاء الجسم، وده مش معناه إن اللاعب يفطر. كل لاعب والله ليه يعني قناعاته واعتقاداته، وكل يفعل ما يتراءى لنفسه، لأن هو في الأول والأخير ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه.